ميزان هو بإشارة إلى العدالة، وأولا للعدالة أو عدم العدالة في الممارسات السياسية. نحن بنعتبر أنه الاغتيالات لها دور كتير مهم بتقويض الحياة السياسية بالبلدان التي تمارس هالجريمة. ما اخترنا 17 تموز عن عبث لأنه 17 تموز هو اليوم العالمي للعدالة الدولية أولا، وثاني شيء بصدف هو أيضا يوم ميلاد لقمان سليم.